السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. نواصل الفيديو الثاني حول سبل المعرفة. وقبل ما نواصل نرجع للفيديو اللي قبل اللي هو في الحقيقة تحضير المكان لتلقي المعرفة. يعني العمل أو الصفات اللي ذكرتهم في الفيديو السابق، الأشياء اللي لازم تعملهم، هما اللي باش يسمحوا لك باش تتلقى المعرفة، سواء المعرفة اللي باش تنبع من الداخل نتاعك ولا المعرفة اللي باش تاخذها من الخارج. طبعا هنا حبيت نوضح حاجة مهمة. فما بعض الأشخاص معناتها يتصلوا بيا وإلا مثلا يكتبوا تعليق يقول أنا معناتها نتبع فيك ونتبع كان فيك أنت وكذا، هذا راهو شيء ماهوش جيد. يعني لازمك ديما تنوع المعرفة نتاعك، ما تحصرش روحك في واحد، ما تحولش تقدس أي إنسان مهما كان. الوحيد اللي لازمك تقدسه هي نفسك أنت فقط. هذه مسألة معناتها لازمكم تفهموها مليح، ما تحصرش روحك في واحد مهما كان. رغم أني أنا نحاول بكل الطرق أني ما نعطيش وجهة نظري. أنا في حياتي تعلمت من كثير معناتها ودرست عندهم، وكل واحد عنده الأسلوب متاعه، وكل واحد علمني جانب من المعرفة. إذن ننصح الجميع أنهم ينوعوا. فهمت؟ هذه مسألة جدا مهمة. هذه النقطة حبيت نقولها. أما النقطة الثانية اللي حبيت نقولها اللي هي أيضا مهمة، هي أن كما قلت لكم سبل المعرفة ليس طريق واحد. هناك الحواس متاعنا، شفت الحواس الخمسة، هي النجم نستعملوها كل واحدة لسبل المعرفة. عندك نظر، عندك السمع، عندك الشم، عندك اللمس، كل حاجة نجم تستعملها كأسلوب للمعرفة. لأن المعرفة شنية هي؟ كما قلت لكم المعرفة ماهيش معلومة، مش عندك معلومة. المعرفة هي أنك تحس الأشياء وتعي بالأشياء من الداخل متاعك. هذه هي المعرفة. باهي، هوني باش نتكلموا على أحد سبل المعرفة اللي هي معناتها كانت مستعملة كثيرا قبل، والآن نجم نقولوا واحنا أصبحت أقل، وهي ما يسمى بالمعلم. المعلم هي بالنسبة لي أنا شخصيا، فهمت، هي أحسن طرق المعرفة. أحسن طرق المعرفة هي أنك تتعلم من إنسان مباشرة، لأن الحس الإنساني يساعد الحس الإنساني الآخر على المعرفة. طبعا الآن مع التكنولوجيا ومع التقنيات عندنا الانترنت وعندنا، فهمت، كل وسائل معناتها الاتصال، تنجم تكون عملية بسيطة من أجل أن تتعلم. وطبعا القاعدة الأساسية معناتها في التعلم من الطرف المقابل أو ما يسمى بالمعلم هي السؤال. وهذا ما تعرضت له أنا خلال تجربتي، أن عند المعلم ديما ما يجاوبني إلا على قدر السؤال. على قد ما السؤال يكون عميق، على قد ما الجواب يكون عميق. علاش هما يعملوا هذه الطريقة؟ يقول لك أنا ما نجاوب إلا على حسب استعداد الفرد، لأن السؤال هو مفتاح العلم. وقت تسأل سؤال، فهمت، أنت تكون عندك استعداد لتقبل الإجابة. طبعا مانيش نتكلم على السؤال الاستهزائي. في بعض الأحيان يجيك واحد يسألك سؤال باش يستهزأ منك، ولا باش يسخر منك، أو يحب مثلا يعرف طريقة تفكيرك باش ينجم ينقذك. لا، وإنما السؤال اللي يكون بنية صادقة، ومش يعني الإجابة هي الصحيحة. هذاك علاش نجم نقوله معناتها التعلم
يكون أيضا أسلوب الحوارات والنقاشات وحرية الفكر. هذاك علاش معناتها لازم الإنسان يتكلم مع الإنسان مهما كان، وتحاول مش باش تفرض عليها أفكارك ولا الأفكار المسبقة متاعك، وقت تسأل السؤال أو تسمع الآخر تكون تحاول باش تفهم الآخر كيفاش يفكر، لأن احنا في الحقيقة كل واحد منا هو مرآة للآخر، يعني طريقة تفكيره تنجم أنت تفهمك ياسر حاجات. إذن هذا الأسلوب ما يسمى بالمعلم، المعلم ينجم يكون أي حاجة، ينجم يكون حيوان، ينجم تكون شجرة، يمكن يكون معناتها حدث وقع يعمل لك التيك في مخك تتعلم منه. ولكن احنا هوني باش نتكلم على المعلم، المعلم معناتها هذه مسألة مهمة. هنا المعلمين قبل معناتها في التاريخ وحتى توا مازالوا موجودين معلمين، ما فماش حضارة او ما فماش مدينة او ما فماش منطقة ما فيهاش معلم. صحيح المعلمين يختلفوا من واحد لواحد، وصعيب صعيب ياسر تعرفهم شكون. ساعات المعلم يكون مجرد بائع حلويات او حتى متسول. انا مره فهمت تعرفت على معلم غنوصي متشرد وبقيت معاه. اذا ما تحقرش اي حاجه مهما كان، ما تعرفش كيفاش تلقاه المعلم، ما تغزرش بالمظاهر، ما تحكمش على المظاهر الخارجية، لأن أغلب المعلمين هو ما يخلاوش. حتى مثلا في المثل ما يسمى الصوفي يقول لك لا تخلو منطقة من قطب، فهمت؟ حتى القرآن يقول لك وأرسلنا في كل أمة رسول، ما يخلاوش. اللي يملكوا ما يسمى المعرفة موجودين في كل مكان، ينجم يكون أبسط إنسان كما ينجم يكون أعلى إنسان. هذه مسألة مهمة. حاجة أخرى، أنا المعلمين بصفة عامة اللي تتلاقاهم أنت في حياتك ولا تعرفهم في حياتك، أكثرهم نجم نقول 90% يقول لك وجهة نظره للحقيقة الغنوصية، ما يقولكش الحقيقة الغنوصية كما هي. علاش؟ على خاطر بالنسبة لي معنتها لازمك أنت تحسها وحدك. ولكن أنا طحت على معلمين، خاصة أحد المعلمين تعرفت عليه في إسبانيا، يعني أعطاني الحقيقة كما هي، قال لي ها هي الحقيقة كما هي وهاو أنا كيفاش نشوف الأمور، فهمت؟ وأنا في الأسلوب متاعي المتبع عجبتني هذه الطريقة متاع أني نحاول نعطي الحقيقة كما هي، يعني المادة الخام الأولى نعطيها كما هي ونخلي الشخص يتصورها ويفهمها ويحسها كما يحب هو. ولكن ما يمنعش أني نقول وجهة النظر متاعي، فهمت؟ خاصة عندما أسأل مباشرة على مسألة معينة. هذاك علاش انا في الفيديوهات متاعي وفي الاساليب متاعي الكل نحاول باش نفرق من بين الماده الخام نتاع الفكره ووجهه نظري انا، كيفاش انا حسيتها. هذه مساله مهمه، وقد يوافقني في الاحساس عدد كبير وقد ما يوافقنيش، مش مهم. ولكن الماده الخام الاصليه هذه ماهيش معناتها فيها نقاش، هي هكاكا، فهمت؟ هذيك الطبيعة، هذاك الظاهر، هذاك اللي تشوفه، من بعد أنت افهمها على حسب درجة الوعي بتاعك. طبعا بعضهم يقول لي فين باش نلقى معلم؟ صحيح صعيب، صعيب باش تلقى معلم، فهمت؟ أنا سافرت وساعات معناتها نسافر دول كثيرة ونبدا نسأل وكذا معناتها باش نلقى معلم. صحيح موجودين كثيرين في إفريقيا وفي جنوب أوروبا، فهمت؟ وفي آسيا، خاصة في أقصى آسيا في الهند، ولكن أغلب المعلمين تلقاهم تحت إطار دين معين أو تحت إطار كما نقولوا احنا طريقة من الطرق،
نقصد طريقة صوفية أو طريقة فكرية أو أي حاجة. هذه مسألة مهمة. ولكن الإنسان وقتها يبدأ يفهم الأسلوب بتاع المعرفة، يولي يعرف شكون هو معلم وشكون هو مش معلم. بينما الإنسان العادي ما يفرقش، ما ينتبهش. لهذا أنا قلت أهم نقطة في الفيديو السابق هي أنك تحضر الأرضية باش تعرف شكون هو المعلم اللي ينجم يضيف لك شيء. الإنسان اللي تقعد معاه وتحكي معاه ما يضيف لك حتى حاجة، هذا إنسان ما عندك ما تعمل به. لازمك الشخص يضيف لك حاجة، وكل واحد على حسب مستواه طبعا، كل واحد على حسب مستواه، وتنجم تطلع في الدرجات. المهم ما تقعدش قاعد. في الحقيقة أنا معناتها مانيش باش نقول لكم كيفاش تلقاو المعلم، يعني كيما قلت لكم تنجم تلقاوه في أي بلاصة، حتى في مطعم، حتى أستاذك، حتى أي واحد، بشوية بشوية تحس فيه الروح الإنسانية. هذاك تنجم تتعلم منه وتنجم تفهم منه ياسر حاجات. وأهم حاجة للمعلم أنك تكون نوعا ما معناتها متواضع. فما ياسر أشخاص ما عندهمش التواضع في طلب العلم. شنو هو التواضع؟ يعني حاول باش تتعلم تسمع، ما تحاولش تحط روحك أنت ديما عندك الحق وتحاول تناقش وتظهر روحك. هذاك علاش قلت لكم لازمكم تحضروا الأرضية اللي باش ينبت فيها المعرفة. في الحقيقة على الانترنت هناك كثير من المعلمين. ما تقولش لي انا برك قاعد نحكي في هذا الموضوع، لا، بكل اللغات، بكل اللغات موجود معلمين، وفما فيديوهات وفما دراسات وفما كل شيء. احنا هنا باش نتكلموا على المعرفة المباشرة، يعني بالكلام مش عبر القراية. مانيش باش نذكر لكم المصادر اللي لازم الإنسان يقرأها، هذيك في الفيديو الثالث. تو نتكلم على المصادر اللي يمكن الإنسان يطلع عليها. ولكن بالنسبة للأشخاص اللي يتكلموا، ما يسمى انتقال المعرفة من الكلام إلى السمع، هذه مسألة جدا مهمة، وهي في الحقيقة أقرب شيء لوصول المعرفة. أنا بحثت، لقيت كثير طبعا، كثير، وكما قلت لكم ياسر منهم يعطي وجهة نظرهم، لكن مش مهم، مش مهم إنه يعطي وجهة نظره. باش تعرف المعلم الباهي واللي يمكن ينفعك هو المعلم اللي عنده اتصال بالآخرين. هذاك الشخص اللي تبعث له وما يجاوبكش، ساعات صحيح ما يجاوبكش لأن مثلا عنده رسائل كثيرة أو ما شافش الرسالة متاعك، يعني مش ترسل له رسالة وما جاوبكش هكا وتقول أنا ما عادش نرسل له، هذا يتسمى تكبر. أنت عرفت عليه علاش ما جاوبكش، يمكن ما شافش، يمكن فهمت ما انتبهش، فما 20,000 سبب يمكن ما وصلتلوش الرسالة. إذا هذاك علاش أنا وقت كنت نمشي نبحث على معلم وقت نلقاه نقعد أصر باش يقبلني. وهو في الحقيقة المعلمين معناتها في الحقيقة مش في الانترنت يعمل لك كل الطرق، يظهر لك كل الحاجات الخايبة فيه غير باش تهرب. يعمل لك الحاجات ويطلب منك حاجات تعجيزية، ويبدأ يهمل فيك ويذل فيك ويهين فيك ويعمل لك حاجات خايبة ياسر. هذا الأسلوب طبعا، أسلوب المعلمين حقيقة هو أسلوب جدا صعب، وانا عشته. فهمت يعني احد المعلمين يعني في المغرب معناتها اللي هو معناتها احترمه كثير، معناتها بعد لا شيح لي ريقي معناتها تقريبا اكثر من شهرين باش يقبلني باش يحكي معايا. فهمت؟ اول ما شافني بزق لي على وجهي. تصور بزق لي على وجهي، يعني انسان يبزق لك على وجهك شنو تعمل انت؟ انا قبلت. علاش؟ على خاطر نعرف ما يسمى بالإذلال، بالتسليم، ما يسمى التسليم اللي جاية منها الإسلام. وهذاك علاش نقول لكم إن الإسلام هو أكثر الديانات مع اليهودية، غير إن اليهودية كما قلت لكم هي مخلينها للجماعة متاعهم فقط،
فهمت؟ وانتم تشوفوا اكثر المخترعين والعلماء وكذا الان، فهمت؟ هما اكثرهم يموت، مش صدفه، لانهم يحتكروا هذاك العلم ليهم هما فقط، ما يحبوش البشريه تعرف. بينما الاسلام والقران فيه كل شيء واضح، غير احنا عميان مانيش قاعدين نشوفه. نضرب لكم مثال بسيط وهو موجود في كل الديانات الإبراهيمية بل في كل الديانات الشرقية، ما يسمى عزل المرأة، أو يقول لك المرأة معناتها لازمها تقعد في الدار. في الحقيقة هذيك عندها حقيقة غنوصية، وهو الغنوصيين أو الفكر الفطري ما يتكلمش على المرأة، وإنما يتكلم على أحد الأشخاص. وطبعا راهو كل فكرة مهما كانت موجودة في الأديان إلا عندها أصل غنوصي. اللي انت تشوفه تحقير المرأة هو ليس تحقير المرأة، هما فاهمينه بالغلط، لأن فهمت المرأة هي أقرب شيء لفهم الفطرة، وهي تمثل الصفر. حتى في الديانات القديمة ديما يمثلوا المرأة حاجات مدورة، بزاز الخارجين، ترمى مدورة، كل شيء مدور، يمثل الصفر، والراجل يمثل الواحد. طبعا طول نتكلم حول الجنس والعلاقة الجنسية والزواج بالمفهوم الغنوصي، كل شيء موجود في الغنوصية. ومسألة عزل المرأة فهمت هي مسألة انك تسمح للمرأة انها تصل للفطرة باش توجه الرجل من الداخل. وطبعا يمكن ان يكون الرجل هو اللي في الدار والمرأة اللي هي في الخارج، يعني مش مسألة مرأة ورجل. وتو نزيدو نفهموا هذه المسألة، خاصة المرأة الأم لازم تكون متفرغة باش تربي الأولاد نتاعها على الفطرة، لازمها هي تكون على الفطرة. والتساق الولد بالأم التساق كبير وليس صدفة، ما فماش حاجة في الكون هذه صدفة، كل شيء منظم، سواء منظم بالفعل أو منظم داخل العقل الإنساني. إذا ما تبدأوش تسخروا من هذه الأمور، بل يمكن السخرية، فما حتى مشكل، ويمكن المعلم تصيح عليه وتسبه، هو ما يتقلقش. ساعة باش تعرف المعلم الباهي وقت تسبه وتهينه وتذله ما يتقلقش، فهمت؟ بينما كان يتنرفز عليك ويعمل مشاكل وكذا، اعرف راه مش معلم. هذه معناتها مسألة مهمة على مسألة المرأة، لأن الغنوصية أو الفكر الفطري يقول لك لازم الصفر والواحد باش تنجم تكون مجتمع متوازن، النفس والعقل، الإحساس والفكر، الحلم والعمل. انتم تشوفوا النساء على عبر التاريخ راهم هما اللي حركوا في السياسة العالمية، ما فماش نبي من الأنبياء ما كانتش امرأة هي اللي جعلت منه نبي، مهما كان. حتى فكرة آدم وحواء توا هما يقولوا ان مثلا حواء هي اللي غرت آدم، طبعا على حسب بعض التفسيرات، بل حواء بالمفهوم الديني هي سبب وجودنا في هذا الوجود، الصفر هو سبب وجودنا في هذا الوجود. إذن فكرة أنها المرأة نخليها في الدار ونخبيها وأنها ملكة مش بالمفهوم الإسلامي، لا، ليس بالمفهوم الإسلامي. المرأة هي السائق اللي داخل الدار، وما لازمناش نقولوا المرأة بل أحد الأطراف، يمكن يكون الرجل هو اللي يتجه نحو العزلة والفطرة، والمرأة تتجه نحو الخارج، فما حتى فرق. لأن تو نتكلموا حول ما يسمى جوهر المرأة
وجوهر الرجل. في الحقيقة جوهر المرأة وجوهر الرجل نفسه، الفرق هو في المادة في الجسد. طبعا هوني مانيش باش نتكلم في الموضوع هذه، معناتها تجي يقول لك ما تعلموش المرأة القراية، ما تعلموهاش كذا، ما تهزوهاش للمكتب، علاش حسب رأيكم؟ هكاكا؟ باش تذلها وتحطها خدامة تنظف لك وتسيق لك وتنكحها؟ لا، لكي تكون راهبة، لكي تكون على الفطرة، لأنها باش تنجب أولاد لازمهم تربيهم على الفطرة. توا تلقى بعض الأمهات يربيوا أولادهم تربية يحبوهم كيف بوهم، وتربي بنتها كيفها هي، وتعلمها مثلا كل ما هو أنواع الذل والمحقرانية، فهمت؟ باش تكون ذليلة تحت الرجل، وتربي الوليد تبدا مثلا كل شيء تحبه يشبه البوه، توجهه هي ما تعرفش اللي قاعدة تهلك فيه، تضر فيه. المرأة هي السكن، هي المكان، هي الصفر، هي قاعدة الوجود. وهذا طبعا تكلموا فيه، راهي مواضيع كثيرة جدا مش هكذا. خلينا نرجع للمعلمين. إذا التواضع أمام المعلم، وهذه مسألة مهمة، ولكن تنجم كما قلت تسب وكذا، هو ردة الفعل بتاعه تكون عادية جدا، لأنه يتفهم، يعرف، فهمت؟ يعرف معناتها الطبيعة الإنسانية، فاهم الطبيعة الإنسانية. هذه مسألة جدا مهمة. إذا تقول لي كيفاش نلقى المعلمين؟ باهي توا في الوقت الحاضر باش تقعد تسافر من بلاد لبلاد، تمشي للهند كذا، ولا تمشي لأفريقيا، تمشي لأصغار أفريقيا، ديما المعلمين تلقاهم كيما قلت لك، يا ما تلقاهم في بلاصة بعيدة جدا على العمران، وإلا تلقاهم في وسط مجموعات معينة، ولا تلقاهم حتى في المدن الكبيرة، ولكن ما يظهروش، يعني مخفيين. هذاك علاش لازمك في حياتك تحترم كل إنسان، كل إنسان تحترمه مهما كان. يمكن هذاك الشخص يكون معلم، ما فما حتى مانع كي تلقى واحد مثلا في الشارع كلوشار تحكي معاه كلمتين باش تشوف تاخذش من عنده معرفة. والمعلم ينجم ينفعك في حاجة واحدة، مش لازم معلم يعني كيما نقولوا احنا تقعد تتبع فيه حياتك كاملة. مثلا انا المعلمين اللي تعلمت عندهم اكثر واحد قعدت معاه 3 سنوات، فمني نقعد معاه 6 شهور، فمني نقعد معاه نهار، فمني نقعد معاه ساعة ونتعلم منه الحاجة. اسمعني، انا قمت بالبحث على الانترنت باش نشوف شنو فما المعلمين، باش نعاود معناتها باش نساعد شويه، رغم ان انتوما تنجموا تبحثوا بوحدكم تشوفوا على الانترنت. لقيت الاف بالانجليزيه بالفرنسيه بكل اللغات، مع الاسف باللغه العربيه لم اجد الحقيقه. فما المترجم طبعا، مترجم تنجم تتعلم منه حاجات، خاصه تاع الهند وكذا، فهمت؟ اللي من الهند تلقاهم. ولكن في الحقيقة لقيت واحد وصدمت عندما لقيته، عندما لقيته البارح كنت نبحث، يعني نفركس ما لقيتش. لقيت وحود معلمين ينجموا يضيفوا لك حاجة فما وتنجموا تبحثوا عليهم. أما أنا هوني باش نذكر لكم واحد اللي هو فلسطيني إسرائيلي، واللي أبهرني لأنه معنتها في الحقيقة إنسان ممتاز. اسمه شيريدي جبارين، هو ممثل. أنا قريت عليه وطبعا نحط لكم في الفيديو اليوتيوب بتاعه. اليوتيوب بتاعه عنده تقريبا 3 سنوات، تقريبا بدأ في نفس الفترة اللي بديت فيها أنا، وهو نأكد لكم إنه معلم بأتم معنى الكلمة. صحيح مش نقول رأي، هو يعطي وجهة نظر، هذا هو الفرق. كما قلت لكم أغلب المعلمين يعطي وجهة نظر، من فما حتى مانع أن الإنسان يعطي وجهة نظر، لأن وجهة النظر هي اللي تحسها أكثر. جبارين، هذا الشخص شريدي جبارين اللي في الحقيقة ما عنديش عليه معلومات، مزيت ما عملتش عليه بحث، لكن لقيت عنده
صفحة فيسبوك، عنده قناة يوتيوب، وهو يتلقى الأسئلة ويجيب عليها عن طريق الفيديوهات. أنا أنصح كل واحد يتابع القناة بتاعي إنه يتبع هذا الشخص اللي أنا ننصحكم به، لأنه ينجم يبين لكم ياسر حاجات أنا ما بينتهاش. لو تحبوا معلم على الانترنت تسمعوا له هذا الشخص، وانا كان نلقى شخص اخر يعني بالحجم نتاعو تنقل لكم عليه. خاطر انا بديت نبحث هذا الاسبوع تقريبا، ومعناتها تعرف البحث على جوجل لازمك تعرف الكلمات المهمه باش تطيح على الشخص المناسب. وسمعت العشرات، لقيت اكثرهم فهمت كيما نقولوا احنا عندهم غايه في نفس يعقوب، وعندهم هدف معين، فما وحود باهين ولكن معناتها يوجهوك بطريقة معينة، يعملوا لك تذبذب في المخ نتاعك باش يوجهوك لطريق معين. بينما هذا الشخص لا، هذا صافي من الداخل. صحيح هو يعني مش كيفي أنا، يعني نضحك ونلعب وعادي فهمت، هو شوية هكا فهمت صعيب شوية معناتها يحكي فهمت، ولكن أنا ننصحكم به. إذا في هذه الفيديو حبيت نقول لكم إن من أحد سبل المعرفة هي المعلم، والمعلم تنجم تصاحبه دقيقة، تنجم تتعلم منه حاجة، تنجم يكون إنسان، ينجم يكون حيوان، ينجم يكون نبات، كل شيء في الكون هذا، كل ما هو ليس أنت فهو معلم. غير أنت لازمك تنتبه باش تتعلم منه وتتلقى المعرفة بعد لحظر النفسية متاعك باش تتلقى المعرفة، والطريقة سوف تأتي مع الوقت. صدقوني وقتها تعرف الحقيقة متاعك وتحس الاطمئنان في الداخل متاعك تو تشوف، وما تحاولوش باش تعملوا الغلو كما قلت لكم. فما أشخاص مثلا يقول لك أنا تو نسكر على روحي دار ونعتكف ونوقف كل شيء، لا، عيش حياتك عادية. حتى وقت تمشي لبواتا ولا الحفلة ولا ملهى ليلي، اقعد تفرج الناس كيفاش تشتغل، اقعد تفرج فيهم كيفاش هذا يبزنس في هذه، كيفاش هذا يحكي مع هذا، اغزر النفاق البشري، كيفاش كل واحد يكذب على الآخر. تفرج، تقعد في قهوة، اقعد اسمع، مش تقعد في قهوة تشرب قهوتك وتخرج، لا، اسمع اللي حولك، يمكن واحد قاعد بحداك غنوصي. هو الانتباه، الانتباه، الانتباه هو حاجة مهمة جدا، وما تحاولش باش تنفعل، حاول باش تكون زان. هذه حاجة مهمة. نظن هذه الفكرة واضحة. وهذا الفيديو الثاني، الفيديو الثالث تو نحكي لكم على الكتب اللي معناتها ضرورية الإنسان يقراها باش تحصل له المعرفة. وهكاكا نكون كملت الثلاثة فيديوهات حول سبل المعرفة. وطبعا أنا نحاول باش نلخص أكثر شيء ممكن، ونخلي لكم انتوما التخيل والتصور، وحطها في بالك اللي الفكرة ما عندها حتى قيمة كان ما تتحولش إلى فعل. الشيء خرج من الصفر إلى الواحد، الواحد هو اللي أصبح مهم، لأن أحنا الآن في عالم الوجود. وشكرا على التشجيعات، وشكرا على التوزيع، ومع فيديو قادم، وبسلامة.